بسم الله الرحمن الرحيم. احنا دايما بنصور بعد الجراحة، النهاردة انا فكرت اصور قبل الجراحة. احنا عندنا حالة من حالات الصمام اللي مرت بمشاكل كتير وست عمليات جراحية واخرها كان عملية في القلب، ودلوقتي الصمام بطل يشتغل وهنضطر ان احنا نتدخل. والنهاردة ان شاء الله احنا هنحاول نعمله جراحة كي الحنفية المعدلة ونتخلص من الصمام تماما اللي هو فضل يطرده طول الفترة اللي فاتت واحتاج عليه 6 عمليات ومروا بأهوال وعذاب كبير جدا. وهنسمع القصة من الأم. هو اسمه ايه هو؟ سليم محمد الربيع، عمره قد ايه؟ 3 سنين و8 شهور. ألف. 3 سنين و8 شهور. طيب طبعا هو له قصة طويلة، هم عمل 6 عمليات لغاية دلوقتي. طيب أول عملية كانت عمر كام؟ 40 يوم. طيب. اللي أنا فهمته إن بعد 40 يوم الجرح بتاع بطنه فتح وجاب مية، وده معناه ايه يا جماعه؟ زي ما قلنا قبل كده معناه ان الغشاء البريتوني فشل، فالحل ان احنا ننقله على طول في القلب، يعني ده الحل القديم غير دلوقتي كي الحنفيه. فالدكتور الزميل المحترم عمل حاجه ساعات بتنجح، انه نقله من الناحيه اليمين وده الناحيه الشمال. فطبعا ما نفعتش، بعد ما عملها بشهرين بطنه نفخت جدا، فعرفنا ان البطن فاشله مش قابله الميه. وبعدين بعد كده الصمام نزل في الخصيه يعني، ودي احد المشاكل بتاعت الصمام، واحتاج جراحه رفعوا الكيس من الخصيه لكن برضه الصمام مش شغال. وبعدين الدكتور راح داخل تاني جاب الصمام ونقله في مكان تالت في البطن وبرضه ما اشتغلش، بطنه بتتنفخ على طول والولد بيتعب. واخيرا هو جالي من حوالي 2 سنين، حطيت له الصمام في القلب. بعد العمليه الصمام هاجر من القلب ودخل في الدراع ووظيفته وقفت، فاحنا شلناه من الدراع وحطيناه في القلب تاني. الكلام ده من 2 سنين. هو الحمد لله زي ما انتم شايفين، هو الحمد لله نموه بقى طبيعي وبيمشي وبيتكلم وكله تمام، يعني صمام القلب كان شغال بس مع الاسف اتسد، والحمد لله انه اتسد عشان نشيله، لان هو كتير قوي بيعمل مشاكل زي جلطات في القلب وجلطات في الرئه وجلطات في الكلى. فالنهارده ان شاء الله احنا هنعمل محاوله بقى ان احنا نتخلص من الصمام تماما ونعمل كي الحنفيه، وندعو ربنا سبحانه وتعالى ان الجراحه تنجح، وان شاء الله اعمل لكم فيديو بعد الجراحه بعد ما يقوم بالسلامه ونطمن عليه ونفرح بيه. طب انت احساسك ايه الاحتمال ان احنا نتخلص من الصمام خالص؟ طبعا نبقى مبسوطه جدا ان شاء الله. كان مضايقك طول الفتره دي؟ طبعا. كنتوا عايشين خايفين منه؟ طبعا جدا. انت بتحب الصمام ولا ما بتحبش الصمام؟ بحب الصمام. طبعا هو يا عيني مسكين لان الصمام واقف وعطل، فالولد نايمان خالص ومدروخ، وطبعا حاله خطر شويه، وان شاء الله احنا هنبدا ننزله جراحه على طول، وربنا ان شاء الله يسهل ونشيل الصمام الملعون ده ويكمل حياته زي يا اخوه الصغير اللي هو سليم ده ان شاء الله. طيب. طب احنا عايزين بقى دعواتك انت وبابا ان شاء الله يطلع لنا بخير عشان ربنا يوفقنا كده والجراحه تتم على خير ان شاء الله. وان شاء الله يبقى ده احسن هديه، احسن عيديه عم اديها لكم في العيد، ان نخلصكم من الصمام الملعون ده ان شاء الله.